فكرة كيف دخلت هذه الأجهزة إلى لبنان، وفكرة أن الحكومة قالت أنه هي لا تعرف عنها أي شيء، والأخطر من هذا أن هذه الأجهزة ليست متصلة كأجهزة الهاتف المحمول أو غيره بالإنترنت، فسهلة الاختراق والتفجير إلى آخره. تفضل. يعني هو سؤال رائع وفي توقيته، لأنه حزب الله يسيطر على المنافس في لبنان وليس الدولة اللبنانية، بمعنى الكل يعلم أنه هناك عناصر من حزب الله في المطارات والموانئ هي التي تسمح بمرور ما تريد ولا تسمح بمرور ما لا تريد، سواء بعلم الحكومة اللبنانية أو بدون علمها. ولدينا يعني تجربة سابقة، هو انفجار مرفأ بيروت. العنصر الذي انفجر، الأمونيا، الكميات الضخمة المخزنة، لم يكن للدولة سلطة على المخازن الموجودة، مخازن الأمونيا في المرفأ، وإنما كان حزب الله. وكان هناك حديث أنه هذه الشحنة المصادرة حزب الله يسحب منها لتصنيع الأسلحة. نفس القصة عندما يتحدث ضيفكم عن أنه الدولة اللبنانية لا تعلم شيء عن هذه الصفقة، شيء طبيعي، لأنه حزب الله لديه شبكة اتصالات خاصة به، غير شبكة الاتصالات العادية التابعة للدولة، شبكة التليفونات الداخلية التي يتحدث فيها الناس شبكة منفصلة عن شبكة داخلية لعناصر الحزب. الشبكة الداخلية لعناصر الحزب مؤخرا ظهر أنها تم يعني اخترقها. وهناك شكوك كبيرة أن اغتيال قائد الكبير في حزب الله فؤاد شوقي تم باختراق المحمول الخاص به ضمن الشبكة الخاصة بكبار قادة الحزب. استدرجه الإسرائيليون برسالة فخرج من المكان الموجود فيه وصعد على أعلى السطح المبنى لكي يتم تفجيره. يبدو أن إسرائيل حزب الله بدأ يكتشف أن شبكته مخترقة، فقرر أن يأتي ببديل أجهزة البجر. هذه الأجهزة تقريبا توقف استخدامها في العالم، وهي أجهزة آمنة لأنها لا تنقل، ليس بها معلومات ولا تنقل صوت وليس بها كاميرات وغيره، تصوروا أنها آمنة. إسرائيل رصدت يعني هذا الكلام، فيبدو أنها زرعت من داخل الشركة المصنعة عبوة ناسفة صغيرة جدا بجوار البطارية، بحيث تتحكم في وقت تفجيرها. وكان الكل يتخيل أنه الأمر انتهى أمس على ذلك، إلى أن فوجئنا اليوم بأنه أيضا أجهزة لاسلكي جديدة. وأجهزة اللاسلكي بالنسبة لحماس ولحزب الله وللتنظيمات المقاومة، هذه الأجهزة اللاسلكي أساسية لديها. يعني كنا مثلا في غزة نعلم أنه كل الاتصالات لا تتم، أو اتصالات بين المقاومة لا تتم عبر أجهزة التليفون المحمول ولا التليفون الأرضي، وإنما أجهزة لاسلكي مدى قصير، العنصر ينقل رسالة لعنصر آخر. يبدو أن هذه أيضا إسرائيل اخترقتها ووضعت فيها متفجرة. هناك قصة أخرى تروى اليوم أنه حتى أنظمة الطاقة الشمسية في جنوب لبنان فجرت اليوم. يعني حتى أنظمة الطاقة الشمسية، وهو يعني أنه كل أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية ومنظومات حزب الله مخترقة. معنى هذه التفجيرات التي حدثت اليوم في الأجهزة أنه إسرائيل على مدى الشهور الماضية كانت تسمع وتشاهد كل الاتصالات التي تتم، هذا أولا. ثانيا، معظم الصواريخ التي تطلق والقذائف لا يقوم عنصر بإطلاقها بشكل فردي، وإنما هي مجهزة بشكل مسبق بحيث يتم تفجيرها عن طريق الاتصال، سواء اتصال من تليفون محمول أو من لاسلكي أو من بيجر. معنى هذا تفجير هذه الأجهزة أنه قد لا يستطيع حزب الله التحكم في منظومة صواريخه، وهو ما يعني أن الضربة
كانت كبيرة جدا، وتعيد الكشف مرة أخرى عن أن هناك دولة داخل الدولة في لبنان اسمها حزب الله ثبت فشل منظومتها الأمنية.